أعلنت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمنية بوزارة الداخلية أنه بعون من الله وتوفيقه تمكنت الأجهزة الأمنية المختصة من توجيه ثلاث ضربات استباقية داخل البلاد وخارجها بضبط عناصر إرهابية تنتمي لما يسمى بتنظيم داعش الإرهابي، حافظت بذلك أمن الوطن وسلامة المواطنين. القضية الأولى، تمكنت الأجهزة الأمنية المختصة من ضبط المتهم الإرهابي طلال نايف رجا، كويتي الجنسية، من مواليد 1998، وقبل إتمام جريمته النكراء بالتخطيط لتنفيذ عملية إرهابية لتفجير أحد المساجد الجعفرية بمحافظة حولي، إضافة إلى أحد المنشآت بوزارة الداخلية، حيث أدلى المتهم الإرهابي باعترافات تفصيلية أقر بها واعترف بمبايعته تنظيم داعش الإرهابي وتلقيه تعليمات من أحد قيادي التنظيم بالخارج وعقده العزم على تنفيذ العملية الإرهابية أواخر شهر رمضان أو أوائل عيد الفطر، على أن يحضر وفق التعليمات التي تلقاها من التنظيم بنفسه أو يكلف أحدا من العناصر الشابة التي يقوم بتجنيدها من غير المعروفين لدى الأجهزة الأمنية أو المشتبه فيهم لاستلام الحزام الناسف والمتفجرات أو شراء سلاح ناري أوتوماتيكيا في تنفيذ العمليات الإرهابية داخل البلاد. وذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني أنه في إنجاز أمني آخر غير مسبوق تمكنت الأجهزة الأمنية وعلى صعيد الوقاية الأمنية من الإرهاب الخارجي من ضبط وإحضار المتهم الإرهابي من الخارج ويدعى علي محمد عمر، من مواليد 1988، كويتي الجنسية، ووالدته المتهمة الإرهابية حصة عبد الله محمد، كويتية الجنسية، من مواليد 1964، إلى جانب الطفل الذي أنجبه المتهم في حي الرقة بسوريا من زوجته السورية بعد محاولات متكررة من قبل الأجهزة الأمنية الكويتية، إلى أن تكللت بالنهاية بالنجاح رغم كثافة العمليات الإرهابية التي تشهدها المنطقة بين العراق وسوريا بضبطهم وإحضارهم للبلاد، حيث أقر كل من الابن والأم في اعترافات كاملة عن انضمامهما لتنظيم داعش الإرهابي، وبتحريض من الأم التي دفعت أولا بابنها الأصغر عبد الله محمد عمر من مواليد 1991 لينضم إلى ذلك التنظيم حتى قتل بأحد المعارك الإرهابية بالعراق. وأضافت الإدارة أنه بعد وفاة شقيق المتهم عبد الله بادر أخوه علي بقطع دراسته في بريطانيا حيث يتلقى تعليمه بكلية هندسة البترول هناك، وانضم إلى تنظيم داعش الإرهابي حيث توجه مع أمه إلى حي الرقة بسوريا حيث عمل هناك مسؤولا عن تشغيل حقول النفط والغاز، وعملت الأم أيضا بالتدريس لزوجات وأبناء المقاتلين الإرهابيين وتحفيزهم نفسيا وفكريا باعترافات تفصيلية بتقديمها الدعم اللوجستي للعديد من العمليات الإرهابية تحت إشرافهما ومتابعتهما. القضية الثالثة، تمكنت الأجهزة الأمنية المختصة من ضبط خلية إرهابية تنتمي لما يسمى بتنظيم داعش الإرهابي تضم المتهم مبارك فهد مبارك، كويتي الجنسية، من مواليد 1994، والمتهم عبد الله مبارك محمد، كويتي الجنسية، من مواليد 1992، أحد منتسبي وزارة الداخلية ومتهما خليجيا وآخر من الجنسية الآسيوية. وكانت التحريات الأمنية قد كشفت عن ورود معلومات إلى الجهات الأمنية أن المتهم مبارك فهد يخفي صندوقا حديديا لدى المتهم عبد الله مبارك في جاخوره الذي يملكه بمنطقة الوفرة، وبعد نقل موقع الجاخور من مكان إلى آخر بنفس المنطقة أبدى مبارك برغبته بإخراج الصندوق من مكان إخفائه، والذي تبين لدى الأجهزة الأمنية أنها تحتوي على سلاحين رشاش نوع كلاشينكوف وذخيرة وطلقات حية وعلم تنظيم داعش الإرهابية.
كما أقر واعترف المتهمان باشتراكهما بتلك الجريمة، وبأن المواطن الخليجي هو من أحضر على مداعش من الخارج وإخفائه مع السلاح بالصندوق، واعترفوا بكافة التفاصيل باشتراكهم بهذه القضية، فيما لا يزال المتهم الخليجي هاربا ومتواريا عن الأنظار. كما قامت الأجهزة الأمنية بتحويل جميع المتهمين إلى الجهات الخاصة ووزارة الداخلية، وفي نهاية بيانها إذ تؤكد أنها قادرة بعون الله وتوفيقه وثقة القيادة السياسية العليا وتعاون الشعب الكويتي الأصيل من دحر الإرهاب وكشف أعوانه بالداخل والخارج، وأن رجال الأمن سيظلون عيونا ساهرة يقظة تحفظ أمن الوطن وأمان مواطنيه، لتدعو الله عز وجل أن يحفظ الكويت وأهلها من كل مكروه. وللوقوف على تطورات هذا الإنجاز الأمني الكبير في دحر المخططات الإرهابية التي تستهدف أمن الوطن والمواطنين، معنا عبر الهاتف العميد عادل حشاش المدير العام للإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية. العميد عادل، بعد التحية، ما هي تفاصيل هذه الثلاث وقائع؟ بداية مساء الخير، والحمد لله وبتوفيق من الله سبحانه وتعالى. في ثلاث ضربات استباقية للأجهزة الأمنية المختصة، هذه الضربات كانت داخل البلاد وخارجها بضبط عناصر إرهابية تنتمي لمسمى بتنظيم داعش الإرهابي. الأجهزة الأمنية الحمد لله وبفضل من الله سبحانه وتعالى وتعاون الجميع حفظت أمن الوطن وسلامة المواطنين والمقيمين من خلال هذه الضربات الاستباقية. القضية الأولى متهم فيها طلال نايف رجا، كويتي الجنسية مواليد 98، كان لديه حساب بالتعامل مع الجماعات الإرهابية داعش، كان ينوي تفجير أحد المساجد الجعفرية بمحافظة حولي أو أحد المنشآت اللي كان يخطط لها تابعة لوزارة الداخلية. تواصل مع قيادة التنظيم الداعشي في الخارج، وقام خلال يعني الفترة الماضية خلال 4 شهور الماضية بعملية التصوير الموقع اللي يراد تفجيره صباحا ومساء، طلب منا زيادة في عمليات الرصد والتحليل وأيضا تصوير في فترات متفاوتة حتى يضمن أكبر عدد من وقوع الضحايا في حال ما لا سمح الله أن حصل هذا التفجير. تواصل وبايع هذا التنظيم، كان ينوي تنفيذ العملية عبر حزام ناس ومتفجرات لهذه القاية، وطلب منا التنظيم بأن يحضر هو شخصيا يستلم من الخارج يستلم هذا الحزام والمتفجرات، أو أنه يكلف أحد من أعوانه من القيادات الشابة اللي هو لا تستطيع الأجهزة الأمنية من كشف يعني المشتبه فيهم، ويكون هو بعيد عن أعين رجال الأمن ويكون من الشباب والمجندين الغير معروفين حتى تسهل هذه العملية وينفذها كلها بالكامل بهذه الناحية. الإرهابي الحمد لله يعني بحض الجهود الأجهزة الأمنية كشفت هذه المخططات وكشفت كل هذه الأمور ورصدنا مكالماته وكل تحركاته والخطة اللي هو عدها بالكامل مثل هذه الناحية والطرق اللي كان يعد فيها تنفيذ الجريمة. كان هو يفكر في التنفيذ بأواخر هذه الأيام خلال اليومين القادمين أو أثناء عيد الفطر، كان ينوي تنفيذ هذا المخطط الإجرامي، وكان أيضا يستهدف أحد المنشآت الحيوية وحددها بذاتها لعملية تقتيلات أو تفجير أو عملية رصد أيضا للأجهزة الأمنية اللي كان يطلق عليهم هم يعني جنود الطواقيت أو جنود الطاقوت في عملية حماية هذا البلد، وكان هو يفكر بأن اغتيالهم هو يعني مستحب وأيضا متجب بالنسبة للجميع. الحمد لله لأنه كان جهد مميز وعمل دؤوب من قبل الأجهزة الأمنية المختصة، استطاعت بالفعل أن في جلسة أو في يعني قبضة استباقية من ضبط الإرهابي وقبل الشروع في التنفيذ الوشيك للعملية. القضية الثانية أيضا استباقية بكل ما تعمله من معاني كانت مميزة، بينت مدى كفاءة وقدرة الأجهزة الأمنية بتعقب الإرهابيين داخل وخارج البلاد. تم ضبط المتهم علي محمد عمر مواليد 88، أمه كانت أيضا المتهمة الرئيسية أيضا معاه إرهابية حصة عبد الله محمد مواليد 64، ومعاهم الطفل اللي أنجبه المتهم علي من زوجته سورية وعمره كان 1.5 سنة.
حاولت الأجهزة الأمنية المختصة بضبطهم وإحضارهم إلى البلاد، لكن كثافة المعارك القتالية ما بين تركيا والعراق حالت دون عملية أن يحضرون خلال الفترة الماضية، إلى أن تمكنت الأجهزة الأمنية الحمد لله وبفضل الله وتوفيقه بالمرة الأخيرة من ضبطهم وإحضارهم إلى البلاد. القضية تكمن بأن المتهم عدي كان عنده أخ، والأخ هذا كان يدرس الولايات المتحدة الأمريكية، قطع دراسته هناك وتوجه إلى العراق ومن ثم سوريا وقتل في أحد المعارك في العراق. بعد وفاة الأخ قام علي أيضا قطع دراسته اللي كان يدرس هندسة البترول في بريطانيا، وراح اتجه مباشرة إلى المناطق اللي استولي عليها التنظيم الداعشي وعمل في المصافي في الغاز والبترول بحكم دراسته. الأم كانت أيضا متهمة رئيسية في تدريب وتعليم وتثقيف المقاتلين لتنفيذ عملياتهم الإرهابية، والابن كان يقدم الدعم اللوجستي بحكم دراسته وثقافته اللي اكتسبها في البلاد في المملكة المتحدة وعمل في المشاقل هناك. أيضا تم إحالتهم إلى الجهات المعنية، جهات الاقتصاد، بعد ما احنا قدرنا أن يد الأمن تطال من يفكر في هذا الإرهاب حتى لو كانوا في الخارج بإحضارهم هنا مرة أخرى. القضية الثالثة فيها أيضا متهمين اثنين. المتهم الأول مبارك فهد، والمتهم الثاني عبد الله مبارك، وهو أحد منتسبي وزارة الداخلية، معاهم مواطن خليجي وآخر آسيوي الجنسية. التحريات دلت أن في ناس ياخور، هذا الياخور يملكه المتهم عبد الله في منطقة الوفرة، الوفرة منطقة شمالية من البلاد. تم تغيير هذه المنطقة الوفرة إلى منطقة أخرى تبعد 4 كيلو تقريبا، وأدى المتهم مبارك للمتهم عبد الله بأن رغبته بأن يخفي عنده صندوق، هذا الصندوق كان يحتوي على أسلحة رشاشة وعلم لداعش وأيضا ذخيرة وطلقات حية. بتقرير هذا المكان طلب مبارك من عبد الله أن يطلع هذا الصندوق، تبين للأجهزة الأمنية أن تحتوي على هذه الأسلحة وعلى علم داعشي وعلى أيضا طلقات، اللي أيضا استدلت بأن المواطن الخليجي أحضرها من الخارج وهو متواري وبعيد عن الأنظار حاليا. كلهم الآن المتهمين الاثنين سواء كان مبارك أو عبد الله، وعبد الله أكرر مرة ثانية وأقول هو أحد منتسبي وزارة الداخلية عشان تبين أن رجال الأمن يدهم تطال الجميع بلا استثناء في مثل هذه الأمور، جهودهم جدا متميزة. الأسيوي أيضا تم ضبطه والآن وحيلوا إلى جهات الاختصاص لاستكمال كل التفاصيل المتعلقة بهذه القضية. في النهاية اللي أحب أني أقوله بأن بفضل من الله سبحانه وتعالى وثقة القيادة السياسية العليا وتعاون الشعب الكويتي الأصيل، قادرين بفضل الله سبحانه وتعالى من دحر الإرهاب ونكشف كل أعوانه سواء بالداخل والخارج. رجال الأمن سيظلون إن شاء الله دائما على عيون ساهرة يغضة تحفظ أمن الوطن وأمان مواطنيهم. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يحفظ دائما بلادنا الكويت وأهلها من كل مكروه بإذن الله تعالى. آمين. العميد عادل حشاش، شكرا جزيلا لك على هذه الإفادة. إذن مشاهدينا إليكم إعادة لبيان وزارة الداخلية. أعلنت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أنه بعون من الله وتوفيقه تمكنت الأجهزة الأمنية المختصة من توجيه 3 ضربات استباقية داخل البلاد وخارجها بضبط عناصر إرهابية تنتمي لما يسمى بتنظيم داعش الإرهابي، حافظة بذلك أمن الوطن وسلامة المواطنين. القضية الأولى، تمكنت الأجهزة الأمنية المختصة من ضبط المتهم الإرهابي طلال نايف رجا كويتي الجنسية من مواليد 1998، وقبل إتمام جريمته النكراء بالتخطيط لتنفيذ عملية إرهابية لتفجير أحد المساجد الجعفرية بمحافظة حولي، إضافة إلى أحد المنشآت بوزارة الداخلية، حيث أدلى المتهم الإرهابي باعترافات تفصيلية أقر بها واعترف بمبايعته تنظيم داعش الإرهابي وتلقيه تعليمات من أحد قيادي التنظيم بالخارج وعقده العزم على تنفيذ العملية الإرهابية أواخر شهر رمضان أو أوائل عيد الفطر، على أن يحضر وفق التعليمات التي تلقاها من التنظيم بنفسه أو يكلف أحد من العناصر الشابة التي يقوم بتجنيدها من غير المعروفين لدى الأجهزة الأمنية أو المشتبه فيهم لاستلام الحزام الناسف والمتفجرات أو شراء سلاح ناريا أوتوماتيكيا في تنفيذ العمليات الإرهابية داخل البلاد.
وذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني أنه وفي إنجاز أمني آخر غير مسبوق تمكنت الأجهزة الأمنية وعلى صعيد الوقاية الأمنية من الإرهاب الخارجي من ضبط وإحضار المتهم الإرهابي من الخارج ويدعى علي محمد عمر من مواليد 1988 كويتي الجنسية، ووالدته المتهمة الإرهابية حصة عبد الله محمد كويتية الجنسية من مواليد 1964، إلى جانب الطفل الذي أنجبه المتهم في حي الرقة بسوريا من زوجته السورية بعد محاولات متكررة من قبل الأجهزة الأمنية الكويتية، إلى أن تكللت بالنهاية بالنجاح رغم كثافة العمليات الإرهابية التي تشهدها المنطقة بين العراق وسوريا بضبطهم وإحضارهم للبلاد، حيث أقر كل من الابن والأم في اعترافات كاملة عن انضمامهما لتنظيم داعش الإرهابي، وبتحريض من الأم التي دفعت أولا بابنها الأصغر عبد الله محمد عمر من مواليد 1991 لينضم إلى ذلك التنظيم حتى قتل بأحد المعارك الإرهابية بالعراق. وأضافت الإدارة أنه بعد وفاة الشقيق المتهم عبد الله بادر أخوه علي بقطع دراسته في بريطانيا، حيث يتلقى تعليمه بكلية هندسة البترول هناك، وانضم إلى تنظيم داعش الإرهابي، حيث توجه مع أمه إلى حي الرقة بسوريا حيث عمل هناك مسؤولا عن تشغيل حقول النفط والغاز، وعملت الأم أيضا بالتدريس لزوجات وأبناء المقاتلين الإرهابيين وتحفيزهم نفسيا وفكريا، وأدليا باعترافات تفصيلية بتقديم الدعم اللوجستي للعديد من العمليات الإرهابية تحت إشرافهما ومتابعتهما. القضية الثالثة، تمكنت الأجهزة الأمنية المختصة من ضبط خلية إرهابية تنتمي لما يسمى بتنظيم داعش الإرهابي، تضم المتهم مبارك فهد مبارك كويتي الجنسية من مواليد 1994، والمتهم عبد الله مبارك محمد كويتي الجنسية من مواليد 1992، أحد منتسبي وزارة الداخلية ومتهما خليجيا، وآخر من الجنسية الآسيوية. وكانت التحريات الأمنية قد كشفت عن ورود معلومات إلى الجهات الأمنية أن المتهم مبارك فهد يخفي صندوقا حديديا لدى المتهم عبد الله مبارك في جاخوره الذي يملكه بمنطقة الوفرة. وبعد نقل موقع الجاخور من مكان إلى آخر بنفس المنطقة، أبدى مبارك برغبته بإخراج الصندوق من مكان إخفائه، والذي تبين لدى الأجهزة الأمنية أنها تحتوي على سلاحين رشاش نوع كلاشينكوف وذخيرة وطلقات حية وعلم تنظيم داعش الإرهابي. كما أقر واعترف المتهمان باشتراكهما بتلك الجريمة، وبأن المواطن الخليجي هو من أحضر علم داعش من الخارج وإخفائه مع السلاح بالصندوق، واعترفوا بكافة التفاصيل باشتراكهم بهذه القضية، فيما لا يزال المتهم الخليجي هاربا ومتواريا عن الأنظار. كما قامت الأجهزة الأمنية بتحويل جميع المتهمين إلى الجهات الخاصة ووزارة الداخلية، وفي نهاية بيانها إذ تؤكد أنها قادرة بعون من الله وتوفيقه وثقة القيادة السياسية العليا وتعاون الشعب الكويتي الأصيل من دحر الإرهاب وكشف أعوانه بالداخل والخارج، وأن رجال الأمن سيظلون عيونا ساهرة يقظة تحفظ أمن الوطن وأمان مواطنيه، لتدعو الله عز وجل أن يحفظ الكويت وأهلها من كل مكروه.